السلام عليكم يا جوار. المهم الخوش لكم فيديو اكثر من رائع، فيديو جميل للعب الصح على النجم ديالنا المغربي حكيم زياش، بحيث حطوا بريمير ليغ مع ابرز اللاعبين او الافضل ممررين، ولا عندهم نظره ديال اللاعبين كبار وعقراو الملعب بطريقه عبقريه، بحيث حطهم مع ندومبيلي، غاندوغان، ماديسون، بوغبا، فرنانديز، دي بروين، حطهم مع جميع اللاعبين وغيعطيكم التمريرات اللي عطا، عزلوا جوج تمريرات اللي عطاهم هذا الموسم مع تشيلسي، بحيث كيعتبروه من افضل الممررين واللي عندهم شوفه ماشي عاديه ومشي ديال لاعب عادي، بحيث لاعب ساحر. وجيب لكم ايضا التعليقات وداكشي بدليل وبالنقاط كامله، تبعوا الفيديو حتى الاخر حيت ممتع ديال بصح وغادي تستمتعوا معايا بطبيعه الحال. بداو باللقطات. هذه اللقطه الاولى، كما كتشوف معايا زياش بان ليه جا اليمنى عامره، بان ليه فيرنر خاوي عطاه ما كاينش تردد، ماشي بحال ما وصل موت على بعض اللاعبين اللي تشيلسي كشفوا واحد بعد مرة زياش خاوي ما كيبغيش يعطي كرة، كيعطي ولدي من العامر كصاحب. زياش عبقري وفي نفس الوقت كيلعب بالسهلة، بلي فيرنر حط ليه قدامه ما عليه إلا سددها جا اليسرى ديال الحارس وماركها بطبيعة الحال. لكن الخوش راه هادي من الألف تمريرة دار حكيم زياش لفيرنر، الله ماركا واحد 10% أو 20%، راه ما كيماركيش بزاف هاد اللاعب هذا وعنده مشكلة في الفعالية. التمريرة الثانية كما كتشوفوا حكيم زياش في وسط الملعب غادي بالكرة بالرجل اليسرى، هز عينيه بلي هافرز هربان حط عليه، شوف باش عرف هافرز رغم انه محاصر من اللاعب زياش حط عليه قدامه بحيث توغل، ما بقى لي الا سددها، وملي سددها ضربها في يد الحارس وبالتالي ما سجلهاش، يعني الفاعليه ما كايناش. راه كون كان شي لاعب اللي كيستغل الفرصه كتاع زياش راه كنا كان زياش من احسن الممررين للعالم، لكن كما كنقولوا ما كاينش معامل في الفريق هذا اللي فيه غير الزقاله وما كيعرفوش القيمه ديالو. والتقييم ديال الفيفا ديال الفيزيون اولا شوفه ديال لاعب كبير واللي كيقرا الملعب بطريقه عبقريه عطاو 89 على 100، يعني تقييم اكثر من رائع وتقييم عالمي. ودابا نعطيكم الخوت التعليقات اللي واعره غتعجبكم. كان من الممكن ان يكون زياس رائعا هذا الموسم اذ كان تيمو فيرنر وبعض زملائه اكثر فعاليه امام المرمى، هادشي اللي كنت قلت قبيله راه قالوه السيد. واحد اخر قال اقسم ان زياش يمكن ان يكون جيدا في مركز وسط الميدان وليس جيدا في القدره على التحمل، يعني ملي تكون في الهجوم او تحت الضغط ما كيقدمش اداء كبير، لكنه ولا لعب في وسط الميدان راه غيعطي تمريرات حاسمه غاتي بغا يقول بغاني به. تمريرات زياش او ماي جاد، يعني يا الهي راك ما عارف نقازا والهضر ديالو. زياش از ذا موست كرياتيف بلاير، يعني اكثر واحد ابداع في العالم وغادي يكون واعر الموسم الجاي. ملخص زياش يا الهي يعني واعر بصح. فيديو ديال زياش في جوج ثواني كان جميل، المدرب لا يعرف حقا مهارات هذا اللاعب ولا يعرف كيف يحسن وكيف يستغل هذه المهارات، انه من العار ان تكون هذه الموهبه دائما في الاحتياط. يعني الخوت راه شفتوا التعليقات راه واعر وعارف القيمه ديالو اكثر من المدرب ديالو، اللي كتمنوا يستعملوا في شي مركز اللي يناسبه كجناح بحيث انه لاعب ممرر 100% وخاصهم يستغلوه. راح شوفوا نشوف حال اللاعب هذا وبالتمريرات ديالو بالدقه النظره العالميه وكذا مع هذا الفريق هذا، كنتمنوا يستغل القيمه ديالو في الموسم الجاي. هذا ما كانت من عجبكم لا فيديو، كان معكم اخذلكم روان، تهلاو لي فراسكم.